أجرى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر عمارة اليوم الجمعة بالرباط مباحثات مع نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية كيان كيمينغ، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والتجهيز. وبهذه المناسبة أشاد السيد عمارة بالعلاقات التي تربط بين البلدين وكذا الشراكة الاستراتيجية التي باشرت عهدا جديدا للتعاون بين المغرب والصين. ناقشنا تفاصيل وتقدم هذه الاتفاقيات وخاصة في المجال السككي وكذلك في المجال المينائي واللي مرتبط بناء الموانئ، وكان الآن حرص بين الجانبين على أننا نسرع من الوتيرة لإنجاز واحد مجموعة المشاريع بشراكة ما بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية. من جانبه اعتبر نائب وزير التجارة الصيني أن هذه الزيارة شكلت مناسبة لتنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. تدارسنا خلال هذا اللقاء مشروعين، يتعلق الأول بميناء القنيطرة فيما ينصب الثاني على الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين مراكش وأكادير. أنا جد مقتنع أنه ما يزال هناك آفاق متعددة للتعاون بين المغرب والصين، لا سيما في مجال البنية التحتية. ويقوم السيد كيمينغ على رأس وفد صيني ينهام بزيارة عمل للمملكة للمشاركة في أشغال الدورة السادسة للجنة المختلطة المغربية الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني التي انعقدت أمس الخميس بالرباط، وشكلت مناسبة لاستعراض السبل والوسائل الكفيلة بالارتقاء بالتعاون بين البلدين.